عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا هنتعلم حاجة جديدة خالص، ماشي، ما جاتش قبل كده في أي فيديو على اليوتيوب، اللي هي ازاي نحل المفتاح اللي هو المتعدد. عارفين اللي هي المفتاح المتعدد اللي بيبقى موجود مثلا في الراديو الكاسيت، بيحول من الراديو للكاسيت، أو اللي هو بتاع زي ده مثلا في الراديو ده اللي هو بيجيب اللي هي الموجات الاف ام والاي ام. عايزين نعرف ازاي ان احنا نفكه وننضفه من جوه، لان ملوش بديل، ماشي، لان المفتاح ده ما بيتباعش وملوش بديل. ملوش بديل الا لما تلاقي واحد مثلا من نفس الماركه ونفس النوع. انت خد بالك، يعني مثلا لو نفرض عندنا في جهاز كاسيت مثلا سانيو والمفتاح ده بايظ ولا توشيبا، فلازم تجيب نفس الجهاز التوشيبا عشان تغير نفس المفتاح ويكون مفتاح في ده سليم. في حاجه يعني صعبه قوي لان المفاتيح دي ما بتتباعش. فاحنا عايزين نتعلم ازاي ان احنا نفتح المفتاح وننضفه من جوه ده، بعد طبعا بعد ما يفشل اللي هو الجاز والدبليو 40. يعني تعمله بالدبليو 40 والجاز وتلاقي نفس المشكله قائمه ما بتحلش، وفي الحاله دي لازم تفكه عشان تصلحه. فاحنا عايزين هنشوف نفك ده دلوقتي، ماشي، ونشوف بيتصلح ازاي. عارفين يا جماعه بالشلد النحاس واللي هي والرجينه، خلاص، واللي ما يعرفش ازاي اللي هو يشيل اللي هي المكونات اللي هي الالكترونيه او اللحام يرجع تاني للفيديو بتاعي اللي هو بتاع اللي هي المكوه، استخدام المكوه. بساطة جدا اهو يا جماعة، ثواني. خلاص كده تمام. بعد كده بننضف، طبعا انت عارفين الطريقة، بننضف باللي هي بالتنر عشان نشوف اذا كان فيها اي رجلين فيها الزير ماسك ولا لا، لان طبعا مهم جدا ان احنا نطلع المفتاح سليم، ما يكونش فيه رجل مكسورة ولا بتاعه، يبقى كده احنا خربنا الدنيا وبوظنا الدنيا. تمام، رجلين كلها ما عادش فيها الزير الا ايه، في هنا كام رجل، اهي التلات رجلين مش شايفين. مهم ازاي ان انت تعرفهم في كام رجل، هما لسه فيهم الزير. عشان الحاجات دي يا جماعة ما تنفعش ايه بالقوة كده، خلاص 100% ما عادش فيهم اي اثير خالص. كده بقى نقدر اللي احنا نشيله واحنا مطمنين. بنشيل ازاي؟ برضو زي ما انا قلت لكم قبل كده، بنفك صغير كده نحطه تحت، خلاص. نحاول بقى ايه، نرفع بشويش برضو. هو كبير قص، فايه ناخده بالراحة يعني. تمام يا جماعة، شكله صعب اوي يعني يا جماعة المفتاح. شوفوا مكان ما شلناه نضيف جدا اهوت، والمفتاح طلع رجليه سليمة. نبدأ نعملها اللي احنا هنبدأ اللي احنا نفكه من هنا من ورا، شايفين من هنا كده. اتمنى يكون شايفين اللي هي الاطراف ديت بنفكها. خلاص احنا فكناه، ونبدأ بقى ده من ايه، نطلع البتاع بحرص، مش عاملينها جامد ومطيرين كل حاجة، لا بشويش. طلعت خلاص يا جماعة، شايفين؟ نبصوا مع بعض، هي الجزء اللي بايظ اللي هو الأسود ده، ده اللي احنا هنعمله. هنعمله ايه؟ هنعمله بصنفرة، هنعمله بصنفرة. هو ده الجزء ده يا جماعة، ماشي، ونرجعه تاني هنا زي ما كان. طيب مهم جدا، شايفين اللي هي البتوع دول اللي هي النحاس دول، مهم جدا ان احنا نرجعهم في نفس مكانهم تاني، ومهم جدا ان احنا نعرف الاتجاه بتاع دي كانت ازاي، ماشي. دي اتجاهها كانت كده، اهو كده اتجاهها كانت كده، كانت متركبة كده،
دي حاجات تخلي بالك منها وانت بتفك المفتاح معايا. يبقى ديت ممكن نشيل ديت ونعد ادي واحد اهيت خلاص، هنا واحد اتنين، يبقى نشيل ديت ونخلي بالنا اللي هي ايه ما تضيعش. خلاص، وهنا برضو ادي واحد اتنين تلاتة على الفرد على الطرف التالت. هو طبعا خلي بالكم اللي هي من الجنبين، احنا بنشيل الاتنين مع بعض تلاتة كده. اه هنا ماشي، الاتجاه كان ايه؟ كان كده. الاتجاه كان كده. طب هنعلمها ازاي؟ نعلمها بالبتاع ديت المعوجة ديت. خلاص، يبقى الاتجاه كان هنا، الاتجاه كان كده. ونبدأ اللي احنا نعملها بصنفرة، صنفرة تكون طبعا ضعيفة يعني. طبعا يا جماعة دي صنفرة مستعملة عشان تبقى ناعمة، مش عايز انا حاجة خشنة. ماشي، زي ما انتوا شايفين اهو. اشيل كل الاسود اللي عليها اللي هي الكربون اللي عليها ده، لان هو ده اللي بيعمل ايه العزل. ماشي، والجنب التاني كمان اهو. طبعا المفتاح ده ما كانش كان بيوقف اجهزه كتير يا جماعه وما بيلاقوش ليها حل، فلا اول مره انا بوري لك ازاي انك انت تقدر تفتح المفتاح وتنضفه. اجهزه كتير بتترمى بسبب المفتاح ده، اللي هو طبعا ملوش وجود، مش هتقدر انك انت تشتريه من السوق لانه ما بيتباعش، وفي نفس الوقت ما فيش حد جات له اللي هي الفكره اللي هو يفتحه من جوه، لان بيخافهم طبعا بسبب اللي هي الزوايد الصغيره دي. نعملها من جوه كمان كده. كده بقت خلاص اوكي. طبعا هو المفتاح ده كان فاصل خالص يعني، ما كانش شغال خالص، فاحنا هنشوف بعد ما نلمعه ان شاء الله. رجعه تاني، وطبعا ما نتعافاش عليه لانه ضعيف كده. اوكي، كده اوكي تمام. ومن جوه برضو ايه كويس. نبدأ بقى يا جماعة نمسحه عشان لو في اي بقايا جاز ولا بتاع تروح. تمام، نبدأ هنا نركبه تاني. حتى بنفتكر يا جماعة اللي هي الحتة المتنية اللي هي ديت كانت هنا، كانت كده تمام. هنبدأ بقى ان احنا نحط اللي هي الرجلين دي تاني، لان يعني دي مهمة جدا الشغل كله في ديت. ادي واحد، ادي اتنين، دي كانت كده خلاص، والتانية في الجنب التاني قدامها بالظبط. تمام، ادي واحد، ادي اتنين، بعد التانية كانت تلاتة. ادي واحد، اتنين، تلاتة، قدام بعض بالظبط كده. نرجع نحطهم تاني هنا ايه في مكانهم اللي هو ده. زي ما قلت لكم يا جماعة ايه ما نتعفاش عليها. هنا ركبت. رجعنا هالمفتاح تاني يا جماعة، قفلناه تاني. نبدأ بقى اللي احنا نشيل الصدى اللي هنا في الجناب من هنا. هنا مفيش صدى، من هنا بصنفرة برضو بس تكون خشنة شوية. ماشي، على أساس إن دي تقدر إيه تجري بسهولة. نبدأ بقى نرجع المفتاح هنا زي ما كان يا جماعة ونجربه إن شاء الله. ماشي، نبدأ يا جماعة بقى نلحم تاني. المفتاح اشتغل اهو الحمد لله يا جماعة. معلش هنا في المكان ده مفيش عندي فيه ارسال كويس، ففي صوت ضعيف اهو، ده صوت الاف ام.
مفتاح تشتغل بقى بيجيب الاي ام والاف ام. بس في عندنا مشكلة تانية، المكثف اللي هو المتغير بتاع الراديو ده ماشي عايز اضايق. شايفين مفيش، ما بيثبتش على قناة. ضعيف جدا. فدي برضه هتبقى اخر، يعني دي برضه هتبقى اول مرة نشوف فيها ليها تغيير مكثف متغير لراديو سيجنال، لانه مصد جدا. يعني هنشوف نشوف نشيله مع بعض ونعمل وارجع لكم تاني. انا يا جماعة صراحة مش لاقي واحد زي ده ماشي، مكثف متغير زي ده عشان اغيره. فاللي انا هعمله ايه دلوقتي، اللي انا هفك ده ونحاول احنا ننضفه من جوه ماشي. نفكه ازاي؟ هو طبعا مش، ما هوش ملحوم من تحت. بصوا من تحت كده ما هوش ملحوم، هو ملحوم من فوق، ملحوم من فوق. فبس طبعا ده ما بنفكوش مكوة الهواء السخن لان ده بلاستيك هيسيح. امال بايه؟ هنفكه عادي بالشلت. نبصوا مع بعض. بصوا يا جماعة من تحت اهو مفيش، يعني مجرد بس يعني هنعدل اللي هما الحتتين دول ماشي، وهنا مش ملحوم، ونفكين اللحام من الجنب التاني بشيلت عالي. هنفك يا جماعة السلوك دول اللي هما بتوع الأريال ماشي، عشان يبقى فيه حرية حركة شوية. ودول التلاتة دول نبقى نرجعهم تاني ما نخلص. طبعا ما نتعفلش عليها يا جماعة عشان ما نبوظش ايه البوردة، يبقى بدل ما نكحلها نعميها. طلعت نظيفة يا جماعة ماشي. هنشوف الوقت نفك ده، نشوف إذا كان ممكن نصلحه ولا لأ، لأن مفيش بديل غيره. احنا شلنا الحديدة ديت يا جماعة، اللي تحت اللي كانت ماسكة فيه، وبعدين دي بنفك صغير خالص. معلش يا صغيرة، بنفك صغير خالص على المطلعين دي ماشي. هو ده يا جماعة المكثف من جوه. هنحاول نعمل ايه بقى؟ ان احنا نمسح ديت كويس، لان دي هي فيها كربون. كان محاولة نفعت نفعت، ما نفعتش خلاص يبقى لازم يتغير، لان ده كربون ممكن يكون الكربون متأكل. فاحنا هنمسحها كويس ونجربها، اشتغل اشتغل ما اشتغلتش يبقى خلاص لازم تتغير ماشي. ماشي يا جماعة كده خلاص. بعدين باجي هنا اللي هي الأطراف بتاعة التماس دي، بحاول أرفعها شوية عشان أزود التماس. كده كده خلاص، ركب بقى. زي ما كانت اهي. احط عليها الجزء الحديد ده، لان هو ده اللي كان بيمسكها، ده اللي ماسكها يعني. قفلناه تاني اهو يا جماعة زي ما كان ماشي. ننظف بقى مكانه بالتنر تمام، عشان نركبه على نضيف من فوق.
طبعا احنا ده ممكن ان احنا نفتحه وننضفه، بس ده في حالة واحدة بس، لان هو طبعا ثمنه رخيص يعني ب5 جنيه، يعني ما هياش بيج ديل، مش مشكلة يعني خلاص. بس في حالة اللي هو مثلا نادر، في مثلا 8 رجلين ولا 9 رجلين وما لقيناهوش موجود في السوق، فاحنا ممكن نفتحه وننضفه بالشكل ده، نفتحه من ورا كده اهو، ماشي. اه كده اتفتح اهو يا جماعة، ماشي خلاص. ببساطة جدا ان احنا ننضف ديت، نرجعه تاني. بس انا مش عايز، لان هو طبعا زي ما قلت لكم اللي هو ايه، رخيص مش غالي يعني. الحاجة ديت نمسحها كده اهو، ماشي، نرجعها تاني زي ما كانت. نقفل عليها تاني كده خلاص، كده غيرناه، كده نضفناه يا جماعة، رجع زي ما كان. بس طبعا زي ما قلت لكم مفيش داعي لأنه رخيص، الأفضل إنك بقى أنت نشوف نجرب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا جماعة اشتغل أهو، مفيش زلنا، مفيش وش، مفيش اي حاجه. دي الفلاشه يا شباب. يا ريت يا جماعه ان شاء الله ما تنسناش في المشاركه والاعجاب والاشتراك، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد مع حاجه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.